تخافش يا دكتور، الناس مش هتلحق تاكل وشك. انا ما يهمنيش الناس، انت اللي تهمني. المبادئ النظيفة اللي عشت بيها طول عمرك وربتنا عليها مش ممكن تنتهي في لحظة. ومش هتنتهي في يوم من الايام يا ابني، لاني عشت بيها وحفضل عايش بيها طول عمري. البني ادم النظيف يا ابني مش ممكن يتخلى عن مبادئه ولو مات من الجوع. اسمع يا جلال، انا يا ابني عمري ما مديت ايد على قرش حرام، عمري ما اكلتكوا غير لقمه حلال الحلال. عارف ليه يا ابني؟ عارف ليه يا جلال؟ علشان تفضل رافع راسك انت واختك قدام الناس، ما توطيش راسك لحد في الدنيا ابدا. كيف الاخر تقولي ان انا ممكن امد ايدي على قرش حرام؟ ازاي ازاي يا ابني تفكر في ابوك الكلام ده؟ والالف جنيه اللي لقوهم في البيت لو اتكلمت الحقيقه هتظهر والدنيا كلها هتعرفها. لا لا، الشك فيا اهون من كشف الحقيقه اللي هيفضل سرها اغلى حاجه في حياتي. منين الفلوس دي؟ دي فلوسي، لكن انا ما شفتهاش قبل كده وما اعرفش عنها حاجه. انت مش لازم تعرف عني كل حاجه. ايوه، لكن انت ما عودتناش على كده. يا بابا ارجوك ريحني وقولي الحقيقه وقولي ايه سر الفلوس دي وليه خدتها. ايه يا واد، انت جاي تحقق معايا ولا ايه؟ يا بابا انا مش بحقق معاك، بس من حق انا واختي اننا نعرف كل حاجه عنك. كفايه تعرفوا ان ابوك بريء. محدش هيصدق. خايف على نفسك. علينا كلنا. الفلوس دي فلوس عم حسنين؟ لا يا ابني، لا لا، عم حسين ما يعرفش حاجة عنها خالص. هو سبب المصايب دي، والفلوس دي ما ظهرتش الا بعد ما ظهرك. اسمع يا جلال، بقولك ايه، اذا كنت خايف على نفسك اتبرى مني. اتبرى منك؟ اروح لمين؟ ده انا ماليش حد في الدنيا غيرك. جلال يا ابني، انا طول عمري بساعد الناس. تفتكر الراجل اللي بيساعد الناس ممكن ربنا سبحانه وتعالى يتخلى عنه ما يساعدوش؟ مش ممكن. وقفتي ليه؟ احنا هنسيب ليلى لوحدها؟ هتاكلها الديابه ولا ايه؟ دي لو صحت وما لقيتش حد اكيد هتبلغ البوليس وتبقى مصيبه. انا هتصرف. معاها ازاي؟ خلاص يلا بينا.
عملتي ايه عليها؟ قفلت عليها بالمفتاح حبستها في الاوضه. الله ما يلا بينا امال. Thank you.
اجمدي امار يا دكتور اجمدي. رجليا اتكسرت. ايه واخداني على الشاقي. ريح يا ست مربت ريحي. شوفوا دعوة بيه. يا ماما انجرح وغرقان دم. لازم اشوفه يا ابله. كفايه مربت احنا مش ناقصين مصايب تاني. احنا ما سددنا خلصنا منه. يلا يا بنت يلا يلا لا. يلا يا بنت يلا. انا لا يمكن اتخلى عن واجبي. مش جايز يموت. مربت رايحة فين؟ ما هو مش ممكن نسيبها لوحدها. أنا قلبي حاسس إن حسنين ده ليه صلة بالفلوس اللي لقوها. مش جايز شايلها أمانة مع بابا. وليه بابا بينكر؟ ولو كانت أمانة صحيح ما يعترف ويبرأ نفسه. قصدك إيه يا جلال؟ بعد 20 سنة حسنين يزور بابا وتظهر الفلوس بعد ما يمشي، يبقى أكيد في سر بينهم، ولو عرفناه هيتحل لغز الفلوس وهتظهر الحقيقة. وهتعرف منين وبابا مش عايز يتكلم؟ بس حسنين لازم يتكلم. وانت تعرف طريقه؟ ندور في اوراق بابا، جايز نلاقي عنوانه. جواب من حسنين لبابا، كاتب عنوان القاهرة باب الشعرية حارة لشرة مورشة الحاج خليل. حنان أنا حسافر قبله ومش عايز حد يعرف. يعرف إزاي بس؟ هو أنا قادر أودي وش الحاج. حنان مفيش حد يستاهل نخاف منه ونعمل حسابه. كلهم اتنكروا كل حاجة بعد ما اتقبض على بابا. سيادة حبسوني المجرمين. كانت زهير هنا اكيد كانت
خرجتني. سيدة لسه ما وصلتش. لسه أنا هقوم أشوفها. وانت ناوية تعملي ايه النهارده؟ هروح الوزارة واقدم على اجازة. جاز ما يوافقوش. هقدم استقافتي. بس لازم الباسبور يكون معايا. جايز يوافقولي على اجازة. هحاول اقنعه. لا مفيش داعي. دي مسألة بسيطة وان شاء الله انا هحلها بنفسي. عندك حق. احنا قدامنا حاجات كتير قوي الوقت ضيق. مش كده ولا ايه يا بابا؟ اشرب الشاي احسن يبرد. تفتكر هيعيش؟ ربنا يستر. اجيب لك ايه؟ هاتي قط. ايه تاني؟ هاتي شاش. لازم ننقله البيت حالا. نركب على حمار السيد. يلا بينا. تليفون من فضلك. ممدوح. ممدوح انت تعرفيه؟ طيب نتقابل الساعة 12 فين؟ طيب مع السلامة. لا متشكرة قوي. مع السلامة. ادخل. في واحدة طالبة تقابل سيادتك. مين؟ شفتهاش قبل كده. طب خليها تدخل. احنا هنغير. وهنغير من ايه؟ لبنى الشغل ما فيهش لا عواطف ولا غيرة. أظن مفهوم. مفهوم. نستنيك بالليل. طيب مع السلامة. أهلا وسهلا. تفضل.
متهيألي اتقابلنا قبل كده. أنا صاحبة ليلى وزميلتها في المدرسة. ليلى، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. هي عاملة إيه؟ كويسة الحمد لله. بعتلك معايا جواب. قولي لها تطمن، ان شاء الله قرار النقل هيوصلها بسرعه. طب والفلوس؟ طبعا طبعا انا هبعت لها اللي هي عايزاه. طيب اصل انا يمكن اسافر النهارده او بكره بكتير خالص. لا لا بالسلامه انت، انا هتصرف. سلوى حبيبتي اطلع على اوضتك حبيبتي دلوقتي. روحي افتحي ليلى. واقفه ليه؟ الست ليلى واعره وكلامها جارح. هتعمل ايه يعني؟ انا هروح افتح لها. تعالي معايا يا سيده. راح فين يا مرفت؟ هوصل العياده اجيب ادويه ومعدات. لازم اوقف النزيف باي طريقه. مين اللي قافل عليا باب الاوضه؟ بقول لك ايه، ما عايزينش خلطه على الصبح اموال. اكيد في حاجه حصلت عشان كده مش عايزين نعرفها وحبستوني جوه الاوضه. ايه هيحصل ايه يعني؟ الباب هو اللي اتقفل لوحده. البت دي غلسة غلاسي. مالوش اي اثر يا فندم. مش ممكن، امال هيروح فين؟ اجمع القوات ويلا بينا رشاد. أنا
كنت حاسه ان في حاجه حصلت. أبلة ناويه تعملي ايه؟ ايه لازم نبلغ البوليس طبعا. انت حرين رايحه فين يا ليلى؟ رايحه اخد فلوسي ما دام مش عايزين تبلغوا البوليس. ممدوح تعبان لما تفوق بياخد فلوسك. ياه وانا لسه حستنى لما يفوق، دي احسن فرصه اخد فيها فلوسي. هتسرب على ايه؟ هتجلبي واحد بيموت؟ ما عندكيش قلب ولا ايه؟ رايحه فين يا دكتوره؟ هادي وجبك. تادي وجبك؟ وجبك تبلغي عنه مش تنقذي مجرم. لازم اوقف النزيف والا هيموت قبل ما يوصل البوليس. ممدوح لو مات هيبقى موقفه سيء قوي. انا قلبي عليكم، انا بقول يعني لو بلغتوا البوليس هتحموا نفسكم. ممدوح انقذ بنتي ولازم ننقذ حياته الاول. تبقوا بتستروا عليه. حسب على كلامك امار. طب في الاول كان بيهددكم، دلوقتي ايه الحجة؟ لما ميرفت تخلص ابقى عبالي اللي انت عايزاه. ايه الاخبار؟ النزيف وقف؟ الحمد لله، لكن حالته وحشه قوي، محتاج نقل دم فورا. كلنا تحت امرك. لازم اعمل اختبار الاول. نتيجه التحليل دم ادمي ولا فصيله؟ اوه نفس فصيله الدم اللي موجوده في كارت السكر. أنا كنت متأكد من كده. عماد ممدوح ما بعيدش عن هنا وأنا لازم أقبض عليه بنفسي. هتقعد كده تتفرجي علينا؟ بقول لك إيه، ما تعملي حاجة. وهو انا مجنونه؟ عايزاني كنت افرط في نقطه واحده من دمي؟ الظهر ما فيش دم واصل. ايه عملتي ايه ميرفت؟ الحمد لله اخيرا لقيت فصيل الدم مطابقه لفصيل الدم سيده. يلا سيده انت جننتي، ازاي تديله دمك؟ ده ابنك دخل بسببه السجن. ده انسان يا ست ليلى وربنا ما حينساش ولا. يمكن اوقف على راسه، اكيد ممدوح جنى. انت الانسان الوحيد اللي بيصرف، ارجوك تساعدني. سوير انت عارفه البوليس مرعبني، يعني ما اقدرش اروح الشقه وما اقدرش اجيب له الباسبور وما اقدرش كمان اشجعه على الهرب. لازم تقنعيه يسلم نفسه. حاولت مفيش فايده. انا اسف ما اقدرش اعمل حاجه. استاذ صفوت انا عارفه ان اللي هتعمله ده غلط، لكن الناس اللي في البيت ذنبهم ايه؟ لو ما نفذناش طلباته
ممكن يضر اي حد فيهم. ممدوح انسان حس ان كرامته انجرحت وممكن يعمل اي حاجه. ممدوح طول عمره دماغه ناشفه ما بيسمعش نصيحه حد، علشان كده لازم نساعده ونحميه من الغلط اللي ممكن يقع فيه. حاضر، هفكر في طريقه اجيب له بقى الباسبور. ربنا يستر. عامل ايه؟ كويس. ازاي ده كانت هتنفجر والبركه في الدكتوره نيه؟ لحقته على اخر لحظه. اوعى عينك تغفل عنه ولا لحظه واحده. حاضر يا غندم. مين هيعيش؟ ان شاء الله. خلي بالك ما تنسيش تغيري الازازه لما تخلص. اطمني يا دكتوره. يا رب تخفي يا ابي. ده فتح عيني قبل. الحمد لله النبض كويس. فهم ضحك عليا وانا ضحكت على ممدوح، والبوليس ضحك علينا كلنا. فهم ضحك عليا وانا ضحكت على ممدوح، والبوليس ضحك علينا كلنا. فهم ضحك عليا وانا ضحكت على ممدوح، علينا كلنا. نام يا شاويش نام.
متشكر يا ست الدكتورة. تشكر دادا سيدة. هي اللي اديتك دمها وانقذت حياتك. انا لا يمكن انسى لك الجميل ده طول العمر. ربنا يشفيك يا ولد. الحمد لله على سلامتك. انا هتضحي بحياتك عشان تنقذ جدي. مش نسيبه يرتاح شوية بقى؟ يلا بينا يا سر. لا أنا عايزة أقعد مع أبي ممدوح. لا يا حبيبتي، أبي ممدوح لازم يرتاح. روحي مع ماما يا سر. تصبح على خير. أنتي من أهل الخير. القاتل فضل إزازة من المحلول فالهواء دخل الجسم وعمل تسمم في الدم. الجريمة دي ما عملهاش إلا تمرجي أو دكتور. قصدك إيه؟ رشاد فتش المستشفى المنطقة كلها. طبعا انت كنت نايم. انا يا بيه ده انا كنت صاحي وكلمت التمرجي. يعني لو شفته تعرفه؟ طبعا يا بيه ده انا طلعه من راس 100 واحد. مفيش اي بصمات. طب شوف الازازة. حاضر. عماد دي في بوع دم على الابرة. مش فيهم. بص كويس. يعني أظن لو فيهم كنت بلعت في عند البيت. ما حد دخل من البوابي ولا خرج منه. مجاز كنت مريح وما خدتش بالك. لو غفلت الديابة عيني ما تغفل. أما راح فين يعني؟ الله أعلم. القاتل نط من السور وتخفى في صورة تمرجي وارتكب جريمته. يعني القاتل لا دكتور ولا تمرجي. العسكري حسب الموقف. وإلا كان اتعرف على واحد منهم. لكن ليه عبده ينقتل؟ أكيد في سبب. السبب موجود والقاتل معروف. مفيش غير ممدوح هو اللي قتل. ممدوح ليه يا رشاد؟ علشان ينتقم منه لان وراته قضيه التزييف. احتمال بعيد. سيادتك ناس الخناقه اللي كانت بينهم اتعور فيها الشاويش طلبه. جايز نتاكد. وبعدين يا ابله ممدوح فاج ولازم نتصرف. سلوى اتعلقت بيه وده اللي ما عملتش حسابه. ليلى مش هتسكت واصل. لازم هتبلغ البوليس ومش هتسطرنا. ولا يا دكتورة؟ ممدوح لسه تعبان. الجرح جامد ونزف كتير. البوليس هينقل المستشفى. حالته ما تسمحش. في خطورة على نقله. هنتسطر عليه ولا ايه؟ انا قلت لكم رأيي.
عايزه تبلغي بلغي. ساكته ليه يا ابله؟ ممدوح له دين في رقبتي ولازم ارده له. الو، ايوه مين؟ دكتوره مرزات؟ ايه ايه موجود؟ دي واحده اندهلين. دكتوره ميرفت، يا دكتوره ميرفت. ايه سيده، في حاجه؟ تليفون علشانك. الو، ايوه انا ميرفت. اهلا اهلا يا حميده، ازيك؟ ها طمنيني، بابا اخباره ايه؟ تقولي ايه؟ تعبان قوي؟ طب اتصلتي بالدكتور ولا لا؟ ها وقالك ايه؟ طب هو فين دلوقتي؟ طيب خليني، مش حوصيكي الدواء تديهوله في ميعاده. ان شاء الله هحاول اجي ان شاء الله. طيب مع السلامة. ميرفت، لازم تسافري تطمني على ابوكي. سافر ازاي واسيب ممدوح؟ ممدوح ولا ابوكي؟ اتهاني، ممدوح حالته خطر قوي، ممكن تحصل له نكسه في اي لحظه، مفيش حد غيري ينقذه. لكن بابا في 100 دكتور ممكن يرعيه. قلت لك انجليه المستشفى واخلصي. يا ريت كانت حالته تسمع، كان خلصنا. دي حاجة انتهت، مش باين، وإلا ما كنتش احتفظت بصورتها لحد دلوقتي عندك في القلب. غلطة، بس لسه عايش فيها. تموت وياما الزمن بيداوي. مش كل الجروح يا دكتور. يعني رشاد هيعيش؟ رشاد عايش في فكر أبوه وإرادته، عشان كده عمره ما هيكون لوجود. ده جبان، فأول محنة تخلى عنك وما صدق إن أبوه خطب له بنت وكيل وزارة وراح نشرها في السجن كله، ملوش في الطيب نصيب. سيبك منه، ده إنسان ما يستاهلش حتى نجيب سيرته. ما تهربش مني وخلينا في موضوع مرفق. الاثنين واحد، جايز فيه اختلاف في الأسلوب لكن النتيجة واحدة. ما افتكرش، هي مش بتهرب منك ابدا، هي خايفه من المشكله مش من حبها. كانت تواجهني بيها مش تهرب مني. ميرفت بتحبك بس مش قادره تواجهك، وهي دي مشكلتها. مشكلتها انها عرفت موضوع بابا. مش هو ده السبب، لان اكيد لسه ما لحقتش تعرف. ونقلها من المستشفى ورفضها للاعاره، كل دي أسباب بتؤكد إنها بتحبك بس خايفة تواجهك. لو كان كلامك صحيح يبقى فيه أكيد مشكلة في حياتها.
أبقى غبية لو أسمع كلامهم واستنى لما يفوق. آه دي أحسن فرصة أخد فيها فلوسي وأبلغ البوليس. أبقى غبية لو أسمع كلامهم واستنى لما يفوق. آه دي أحسن فرصة أخد فيها فلوسي وأبلغ البوليس. بقع الدم اللي لقيناها على الإبرة وعلى البنطو لشخص واحد من نفس فصيلة الدم ممدوح. طيب آثار الرجلين ما أقدرش أحددها إلا بعد ما طبقها. ويا ترى قدرت تعرفوا على نوع العربية؟ تقريبا عربية بيجو 504. عماد. أيوة فهمت. ركز تحرياتك علشان تعرف نوع العربية ونمرتها. أكيد هي دي العربية لأنها الوحيدة اللي رجعت بعد الحادثة مباشرة. أنت فتشت كل العربيات اللي مسافرة؟ أيوة فندم، ما فيهاش غير السواق. شكله إيه؟ أم حاول لون وسنه حوالي 40 سنة وكان لابس نظارة سودة. أنت متأكد؟ طبعا يا فندم. بقول لك وين رايحة يا ست ليلى؟ لسه صاحية يا سيدة. بترديني نايمة؟ انت غريبة قوي يا سيدة، واحدة غيرك كانت لازم تهد الدنيا عشان ابنها. ربنا كبير ما بينساش حد. ونعمة بالله، بس ده مجرم أخد فلوسي ودخل ابني في السجن وبيهددنا كلنا. ايش قصدك؟ اسمعي كلامي، كلهم دلوقتي نايمين، دي احسن فرصه اخد فلوسي وتبرعي ابنك. لما يفوق يبقى يتحاسب. تتكلمي انت؟ استنى لما يفوق، لما يفوق هيرجع يهددنا ومش هنقدر عليه. اباي تريدي نغدر بمجروح عاجز؟ انت ايه دماغك ناشفه كده ليه يا سيده؟ خلاص انت روحي تخمدي نامي، مالكيش دعوه بيا. ما جاي لي نوم. القضية مش واضحة، ما نقدرش نجزم ان ممدوح هو اللي ارتكب الحادثة. وفصلت الدم دليل ضعيف، مش ممكن يدين قاتل. يا فندم القضية دي فيها احتمالين، إما ممدوح هو اللي قتل أو شخص غريب هو اللي هرب بالعربية. وليه ما يكونش الاثنين؟ احتمال بعيد، وإلا كان ممدوح هرب معاه. إحنا لازم نبحث في الخطين، نعمل نشر لضبط العربية وصاحبها ونستمر في البحث عن ممدوح. دي العمارة اللي ساكن فيها ممدوح، اللي قاعد قدامها البواب والمخبر. ايه مخبر؟ مش قلتلك ان البوليس مراقب العمارة ليل نهار عشان تصدقيني بنفسك؟ ايه خايفة؟ يعني مش قوي. هي مخاطرة، ممكن يتقبض عليك ويبقى موقفك وحش. ربنا يستر، مفيش قدامنا غير كده. المفتاح. على فين استعلم؟ طلع عند ما
مدام ألفت بنت خالتي. اتفضلي وصلي. لا متشكرة قوي، خليك انت مستريح، انا عارفة الشقة، شقة نمرة 20. صح. مع السلامة. استريح. مع السلامة. ممدوح عامل ايه؟ درجة حرارته عالية قوي، والانتيبيوتك مش موجود في العيادة، لازم انزل اجيبه من المستشفى حالا. لسه ما فاقش؟ لسه. هيفوق امتى؟ اباي عليكي الدنيا ما طرتش، ما تصبري. لكن فلوسي حطير. أباي علاتي الراجل بيموت جوا وما علقاش في راسك غير فلوسه وبس. يلا لا تتأخري عن المدرسة. أنا تعبانة مش هقدر أروح النهاردة. ما تخافيش ممدوح مش هيفوق إلا لما ترجعي من المدرسة. سألت عليك من شوية وطلعت لك فوق. بنت خالتي أنا؟ أيوة طلعت لك من شوية. أنت مجنون يا راجل أنت، أنا ماليش خالات خالص والشقة ما فيهاش حد. مال مين اللي طلعت دلوقتي؟ ما خبرش. أكيد حرامية وضحكت عليك وسرقت الشقة. بسرعة
هتقدري تنفدي منه. لولا الهدوم اللي لقيتها منشوره في السطح كانت بقت مشكله. الحمد لله ربنا ستر. تشربي ايه؟ متشكره قوي. مفيش وقت، يا دوبك الحق اودي الباسبورتات السفاره علشان التاشيره واحجز التذاكر. برضه هتنفذي كلامه؟ ممدوح حالته مش طبيعيه وانا مضطره ان انا انفذ طلباته. ايوه ده صحيح، لكن لازم تقنعيه يسلم نفسه ولا هيفضل طول عمره كده هربان. ما هو لازم هيتقبض عليه. تقدر انت تقنعه؟ انا لا، انت عارفه البوليس مراقبني وما اقدرش ابدا. لو حاولت اقابله هيتقبض علينا احنا الاثنين. خلاص يبقى مفيش فايت. حاول يا سهير يمكن يسمع كلامي. أحاول يا صف. ماما ماما ماما. سلوى حبيبتي، هاتي العروسة عشان تعرفي تنامي يا حبيبتي. سيبها معايا يا ماما، دي وحشتني قوي. تحبيها يا سلوى؟ طبعا مش جديد بابا. يا ترى فاكرك زي ما انت فاكره؟ بكره الحكم في القضيه ان شاء الله هكسبها واخد سلوى. استاذ عمر، الرأس مش عاجبك ولا ايه؟ بلاش تفكر كتير، الرأس يجنن، حاول تتفرج. بكرة كل حاجة تنتهي وارتاح. خلاص استنى بكرة. بكرة الحكم في قضية سلوى ولا انت ناسية؟ طب ما انت سابق واخدت حكم. معلش، الاستئناف هيأيد حكم الضم. مش جايز لأمها؟ ان شاء الله لي بإذن الله هيصدر لصالحي. يا أخي طلقها وسيب البنت لأمها، احنا ناقصين وجع قلب. صحيح يا استاذ عمر، انت ماسك فيهم ليه؟ ما تسيبهم يا اخي وتمتع بحياتك. ازاي بنتي تتربى بعيد عني؟ دي لحم ودم. ازاي قلبي يرتاح وانا مش عارف اذا كانت مريضه ولا سليمه ولا فرحانه، بتبكي ولا بتضحك؟ ازاي اطمن على مستقبلها؟ لازم تكون جنبي علشان ارويها بعطفي وحناني واحميها برموش عينيا. ياه دي فلسفه كبيره قوي. هي دي الابوه، اللي زيك عمره ما هيفهمها. طب بس اقول لك قوم بينا نرقص. ماليش مزاج. على كيفك ترقص ايه؟ صدقني
أنا عارف يا ميرفت إنك هتزعلي مني لأني جيت من غير ما تعرفي. أهلا يا ابني. أهلا. أهلا يا عم. تفضل استريح. خير يا ابني؟ في الحقيقة يا عمي أنا كنت عايز أجي أقابل سيادتك من زمان، لكن ميرفت رغم إننا متفاهمين من كل النواحي كانت دايما بترفض، وعلشان كده فضلت أجي بنفسي وأعرف إيه السبب اللي يمنعها من جوازنا. جواز ميرفت أغلى أمنية في حياتي، يا ما ترجتها إنها تتجوز وأشوفها سعيدة في بيتها، إنما كانت دايما بترفض. يعني سيادتك ما عندكش مانع؟ ده يبقى أسعد يوم في حياتي. في أب ما يتمناش إنه يطمن على أولاده؟ أكيد حبها ليا هو اللي كان بيمنعها، لكن أنا مش هعيش لها طول العمر. يا ريت أشوفها متهنية في بيتها وأشيل ولادها. يعني أعتبر دي موافقتها؟ مدام متفاهمين يبقى أكيد موافقة. متشكر دكتور. سيبيه ينام دلوقتي، وأول ما يصحب اديني خبر عشان أديله دواء. حاضر. ميرفت عامل ايه دلوقتي؟ الحمد لله كويس. يعني ايه؟ هيعيش؟ إن شاء الله. كل ده يجرى لك يا طلبة؟ ده انت ما تستاهلش كده ابدا. علشان كده جيت لك، لان الفلوس دي ما ظهرتش الا بعد ما زرته. الفلوس دي بتاعتي انا، وانا كنت شايلها امانه عنده. واشمعنى ابويا؟ ليه ما شلتهاش في البنك؟ طلبة عشرة قديمه وانا امنه على روحي. عم حسنين مفيش داعي للف والدوران، اكيد في حاجه اكبر من الثقه والامانه. ايه اللي بينك وبين ابويا؟ مفيش بيني وبينه غير المعروف، صدقني يا ابني. القضيه دي حطمتنا كلنا، ارجوك ريحني وقولي الحقيقه، ليه اديته الالف جنيه؟ قلت لك امانه. انت كذاب. مش عيب يا جلال، ده انا زي ابوك. ابويا طول عمره نضيف لحد انت ما زرته واغريته بالفلوس وخليته بعد امير وهرب المسجون. انا يا جلال؟ امال ليه اديته الالف جنيه؟ انا لازم اعرف الحقيقه. انت اتكلم. عشان حنان بنتي. ايوه، ابوك رباها بعد ما دخلت انا السجن وتوفت والدتها. هي تعرف انك؟ لا، ابوك حاول كتير لكن انا رفضت عشان الماضي بتاعي ما يحطمهاش. هي دي الحقيقة. علشان كده ابويا مرضاش يتكلم. لكن لا، انا لازم اقول الحقيقة مهما كان التمن. انا مش ممكن اسيبه يتسجن.
ازاي بس والمنطقه كلها متحاصره؟ يا عماد دي عصابه، اذا كانوا وصلوا لغايه هنا وقتلوا عبده يبقى مش هيقدروا يهربوا من دوح، الجبل قدامهم واسع. لكن انا عندي احساس انه لسه موجود وما هربش. دور انت، انا خلاص هدور. انا نشاط، ايوه عماد، في اول مره الكلاب تتبعت الاثر، الاثر انتهى عند نص الماسوره، ولما فتشنا غطان الذره الاثر انتهى هنا. قصدك ايه؟ جايز يكون عدى الترع عن طريق الماسوره واستخبى في الذره وتعور. فعلا، لان احنا لقينا بقع دم في العش ومن نفس فصيله دم ممدوح. مال هيكون راح فين يعني؟ جايز ما قدرش يكمل المشوار وراجع من نفس الطريق. يبقى لازم نعدي الضفة التانية وندور عليه وبسرعة. سهير اتأخرت قوي. الغايب حجته معاه. دي ما جاتش على الغدا. جايز جرى لها حاجة؟ يمكن سافرت. مش ممكن. هتخسر حاجة؟ اتأكد، التليفون قدامك اهو. الو ترانك، لو سمحت عايز نبره مستعجله. ممدوح، ممدوح، ممدوح رد علي. أنا سهير. ما تعيطيش يا أبي، أبي ممدوح كويس. أبدا يا حبيبتي، مفيش حاجة. كفاية يا أبي. سهير، ايه الحكاية؟ ابدا يا اب، مفيش حاجة. الزهر ممدوح اثر عليكي. ممدوح مسكين يا اب. عطف ولا حب؟ سهير، حاولي يا حبيبتي تتحكمي في عواطفك. ممدوح ده وهم وعمره ما هيبقى حقيقة.
مش بإيدي يا أبا، مش بإيدي. حتى لو عرفت إنه قاتل؟ قاتل؟ مش ممكن، مش ممكن يا أبلة ده يحصل، مش ممكن بني آدم في حالة ممدوح ينزل يقتل ويرجع تاني. جايز، لكن ممكن حد يساعده. علشان حد يساعده يبقى لازم عربية تيجي تاخده وترجعه تاني، وحتى إذا كان ده حصل كن على الأقل حسينا بصوته. كلنا كنا مرهقين وما دريناش بحاجة. سيد شعار، دكتورة ميرفت، دكتورة ميرفت. في إيه يا سيد؟ ممدوح تفاجئ يا دكتورة. سيد أنت نمتي فين امبارح يا سيد؟ جفني ما طال النوم، قعدت صحية طول الليل. أنت متأكدة؟ يعني عينيكي ما غفلتش خالص؟ وكيف تغفل بعد العملة الشنيعة اللي عملتها الست ليلى؟ هي عملت حاجة؟ اتسحبت بالليل وتريد تدخل عليه وهو رائد، ما دارت شيء، لكن ما نولتها غرضها، قعدت صحية طول الليل. طب وما قلتليش ليه؟ ما حبيت يحصل خناق. يعني ممدوح ما خرجش من قطه خالص يا دادة سيدة؟ أباي يخرج كيف وهو رائد ما دارب شيء؟ ولا سمعتي صوت عربية؟ ولا دبة النملة يا دكتورة؟ حرام عليكم بقى، كفاية كفاية ظلم، كفاية اللي هو فيه بقى. إيه اللي بيحصل في السجن ده يا سيادة المأمور؟ يا فندم دي ظروف. لا 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 يا حسن، مسجون يهرب والتاني ينقتل اكيد في اهمال. شاويش طلبه، شاويش طلبه. ايه يا متفندم؟ المفتش وسع التحقيق قوي، ده مفيش واحد في السجن الا لما ساله. طبعا يا متولي، والله حصل ده شويه، مسجون يهرب والتاني ينقتل. الله يكون في عون حضرة المأمور، ما يستاهلش حاجة من اللي بتجرى دي أبدا. منه لله اللي كان السبب. معلش، مسيرهم يمسكوه والحقيقة تظهر بالباب. روح يا ابني. ربنا معاك يا طلبة. رب لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه. ليلى، انت متاكده ان فهمي بيحبك؟ طبعا، لكن ليه بتسالي السؤال ده؟ حصل حاجه؟ لا ابدا، انا رحت له واديته الجواب. ليه بتهربي من سؤالي؟ ماله فهمي؟ ليلى، انت محتاجه تعيدي حساباتك في علاقتك مع فهمي. ليه؟ حاسه انه بيلعب بيك. اداكي فلوس ممدوح؟ لا، ومش ناوي يدفع. يبقى عشان كده بقى. ده ملوش اي علاقه باللي انا بقوله. مش جايز لو اداكي فلوس ممدوح ما كنتيش قلتي عليه الكلام ده؟ هي ليلى فهمي نسيكي وحاول يساومني. كدابه يا خساره يا ليلى، ما بتصدقيش اي حد الا نفسك. قبل زهير، قبل زهير. ايوه يا سلوى، في ايه؟ ابي ممدوح صحي وسال عليك. طيب يا حبيبتي. الحمد لله درجة حرارتك بقت طبيعية. البركة فيك يا ست الدكتورة،
انت ودادة سيدة. انا بأدي واجبي. سهير ارجوك ما تتكلمش. لا ده يتكلم وياكل زي ما هو عايز. يعني ما فيش اي خطورة عليه؟ لا الحمد لله حالته بقت كويسة، انا شخصيا مطمنة. متشكرة قوي يا مرفت. طبعا اذنك. يلا يا دادي. الحمد لله على سلامتك. متشكر يا سوير. قبل سارة عيادت عشانك كتير قوي. صحيح يا سلوى؟ اسأل. انا جبت الباسبورتات والتذاكر. فين هم؟ فوق في دلافي. طب رايحة فين؟ هروح اجيبهم وهاجي على طول. طب ما مثلا واجيبهم. لا مش هتعرف، انا مش صغيرة يا ابي. سيبيها تروح تجيبهم مادام هتسافر معانا. صحيح يا ابي. طبعا يا حبيبتي هتسافري معانا وهفسحك وهجيبلك لعب كتير قد كده. فين هي يا ابي؟ فوق يا حبيبتي في الشنطة بتاعتي اللي في الدولاب. سلوى اوعى حد ياخدهم منك. ما تخافيش يا ابي. الفيلا دي هي اقرب مكان ممكن يستخبى فيه، لازم نفتشها. فين دولاب قبل صهير؟ اللي قدامك ده. تعالي هنا. ايه ده؟ هي اللي طلبتها. ليه؟ معرفش، تقدري تسأليها عن إذنك. سهير أنا خايف تندمي. مفيش حاجة أندم عليها. ممدوح أنت اتظلمت في حياتك كتير، كفاية بقى. وبعدين أنت فنان والمستقبل قدامك كبير. صحيح يا سهير. ليه لا؟ سهير الأمل ده هو اللي هينور حياتي ويعوضني عن الضلمة اللي كنت عايش فيها طول عمري. الكلاب مش عايز يبطل ليه؟
الفيلا. أنا راح أشوف إيه الحكاية. إيه؟ على فين؟ نازلة تحت. في مانع؟ أيوة في. البوليس على الباب وما عايزين صوتك يطلع واصل. أنا مش فاهم أنتوا مش عايزين ليه البوليس يقبض عليه؟ ما عايزينش فضايح إحنا. يقبض عليه لما يبقى بعيد عنينا. كمان عشان تاخدي فلوسك منه ولا ايه يا بنت ابوي؟ بعد ما رتبنا كل حاجه لا انا لا يمكن اسلم نفسي. لا يمكن. ممدوح ارجوك تهدى. اهدى وسيبني انا اتصرف. احنا مستنيين ايه؟ ما تيجي ندخل نفتش الفيلا من غير اذن تفتيش نبقى ناخد منهم. جايز ورفضوا. ما تنساش ان كلهم ستات وما فيش معاهم راجل. يعني ايه؟ نراقب الفيلا ونجيب اذن تفتيش. طب ارجوك سيبني انا احاول. ما فيش داعي نعمل مشاكل خصوصا ان لسه مفتش الفيلا وما لقيناش حاجه. والقميص اللي لقينا عليه دم. كل دي احتمالات لازم نتاكد منها. يلا بينا يا باشمهندس ركبوا العربيه. الحمد لله مشوا. ما دام شكوا في الفيلا تبقى حاجه ما تطمنش. اكيد هيرجعوا تاني. احنا لازم نسافر حالا. مش ممكن يا ممدوح. ده انا حاجز التذاكر لبكره ومتفقه مع صاحب العربيه انه هيمر علينا بكره ياخدنا من هنا على المطار. طب وبعدين؟ ممدوح الزهر الواقعه تعبتك. تعال ارتاح. انا مش هرتاح الا مركب الطياره. مين؟ افتح يا مينا. انا فهمي. حاجه يا ابني؟ لا ولا حاجه يا مينا. انا جيت اطمن عليك. ده انت يا ابني حالتك صعبه قوي. مين؟ مين؟ ريس. فهم. في حاجة حول الزبط. فين الشنطة فهم؟ شنطة ايه؟ فتش الشقة. حاضر جدا. تمام يا فندم. مفيش حاجة تحت يا فندم. فهم. فين الشنطة؟ معرفش. مفيش شنطة. فين الشنطة اللي كانت معايا يا مدام؟ تمام يا فندم. لقيت الشنطة اهي في المنبر بتاعها. برافو عليك ان اتصرفتي كده بصراحه. هعمل ايه؟ ما كانش قدامي غير ان انا البس لبس الشغاله علشان اعرف اهرب منهم. ولا شارلوك هولمز. دي خطه من خططك الجهنميه يا استاذ. انت احسن من اجدع استاذ. لكن ما قلتليش انت ازاي هربت من السجن؟ لا دي حكاية تانية. سيبك منها. لا بقى ورحمة ماما اللي انت حكيهاش. معلش يا سوير دي سر. ايه ده؟
انت مش واثق فيا؟ طب ما تزعليش، انا هحكي لك، هقول لك هربت ازاي. برافو عليك اللي اتصرفتي كده بسرعه. هعمل ايه، ما كانش قدامي غير ان انا البس لبس الشغاله علشان اعرف اهرب منهم. ولا شارلوك هولمز. دي خطه من خططك الجهنميه يا استاذ. انت احسن من اجدع استاذ. لكن ما قلتليش انت ازاي هربت من السجن. لا دي حكاية تانية، سيبك منها. لا بقى، ورحمة ماما اللي انت حكيها لي. معلش يا سوير، دي سر. ايه ده، انت مش واثق فيا؟ طب ما تزعليش، انا هحكي لك، هقول لك هربت ازاي. مساء الخير. تعالي يا تهاني. دقيقة واحدة لو سمحتي. ايه في حاجة؟ ليلى من يوم ما سافرت وهي خوتنا بفلوسها اللي اديتيها الممدوح. بقول لك ايه؟ ما عايزينش خوتة لحد ما يرحل من هنا. دول اللي باقيين من الفلوس، دفعنا 500 جنيه للتذاكر والباقيين وقعوا مني في الترعة، دول اللي فاضلين. الكلام ده ما يخلش عليا ابدا. تكونيش متفقه معاه. جرالك ايه يا بنت انت؟ جرالك ايه؟ تعالي هنا، انتوا خلاص ضيعتوني، ضيعتوا اللي ورايا واللي قدامي. لو كنت سبتوني بلغت عنه كان زماني خدت فلوسي، لكن انا هعرف ازاي اخدهم، هعرف ازاي اخدهم. تعالي هنا، محدش مال عينك ولا ايه؟ اعجلي امال. طيب يا برنسيسه، طيب. ليلى هتبلغ البوليس. تعالي معايا سلوى، خليك هنا في الاوضه واوعي تنزلي يا حبيبتي. حاضر يا ماما.
رشاد بقاله ساعة مع المفتش. ما انا اتسألت بساعتين يا فندم. الحكاية دي مش هتعدي على خير، لازم هيكون فيها مسؤولية. ألو، أيوة أنا، مكالمة عشاني؟ أنا معاك أهو. ألو، إيه ده؟ الخط اتقطع. بعدي عني يا بنت. يا ليلى عالي وبلاش تهوي. مرفتي إيدك من على التليفون أحسنلك. ليلى، ليلى، هدي نفسك ونتفاهم بالعقل. مفيش تفاهم، مفيش تفاهم بينا خالص. كفاية ضحكتوا عليا حتى ما ضيعتوا فلوسي. ما حدش جابر عليك ولا يا بنت. ما تقعدي معاه. الله، شيلي إيدك. فين يا ابني المكالمة؟ أنا معاك أهو. طب ما تعرفش مين اللي كان طالبني؟ إيه؟ واحدة ست؟ طب ما تعرفش عايزاني ليه؟ طيب على العموم إذا اتصل التاني وصلني بيها. مع السلامة. حاجة غريبة، مين اللي ممكن تتصل بيه من هنا؟ يا فندم لو اتصلنا بالترنك ممكن نقدر نعرف نمرة التليفون اللي اتصلت. فعلا. سيادة المفتش ماشي يا فندم. طب عماد لو سمحت شوف لي الموضوع ده مع احمد. حاضر يا فندم. السلام عليكم. مع السلامة. مين اللي كان طالبه؟ دقيقة واحدة وهنعرف. ألو؟ من فضلك اديني الترنك. أيوة الترنك. لو سمحت النمرة اللي اتصلت بالبيل مأمور من شوية بتاعت مين؟ مين؟ بيت المغتربات؟ ألو؟ وصلني بيها لو سمحت. متشكر يا سوير، انا نشبعت خلاص. طب متشكرة قوي يا داد. العفو. ايه ده؟ لا خليك انت مستريح، انا هروح اشوف في ايه. ليلى سيبي اللي في ايدك ده، انتي مجنونة؟ اوعي ليلى. انا سهير. كراك ده انا صاحبتك يا ليلى. تنزليني تاني ها؟ عشان تفضلي انت سهري الغنيه طلب ليلى الفقيره. لكن لا لا ليلى حبيبتي، ايه اللي بتقوليه ده؟ انت مجنونه؟ انت اللي طلعتيني، انت اللي طلعتيني. ضحكتوا عليا وخدتوا فلوسي، ده كده هتدفعوا الثمن غير. ليلى اعقلي اعقلي يا حبيبتي اعقلي وبلاش تهور. سهير ممدوح سيبيها لي، دي طول عمرها جبانة، أنا بس اللي أعرف أتفاهم معاها. قربي
موجودة. بتقول ايه؟ امتى الكلام ده؟ النهاردة بالليل؟ طيب طيب انا هتصرف. جرب الحاج ابراهيم. ماما ترى الحاجة. البوليس قبض عليها وعلى خطيبك. صدقني يا ابني الفلوس دي معرفش عنها حاجه خالص. ده دخل عليا بالشنطه قبل ما تخشوا انتوا بدقيقه واحده بس. امال مين اللي رماه من شباك الحمام؟ هو اللي دخل ورماه. دي وليه بتخرف؟ انا الشنطه دي معرفش عنها اي حاجه وما رميتش اي حاجه من شباك الحمام. اسالوها هي رمتها ليه؟ مش حرام تظلمي الناس؟ اخرس يا مجرم، انت عايز ترمي بلاك عليا؟ منك لله يا ليلى، انت السبب. مش الكلام ده لنفسك من الاول ليه؟ ابو سعاد انا عارفه اني غلطانه، لكن ماما سامحها ايه؟ انا اسفه ما اقدرش اتحشر لك في حاجه. شوفي حد تاني يرضى يثق فيكي. الو مين؟ السجن؟ لا لا طبعا ما حدش طالب. طبعا متأكد. هنطلب السجن ليه؟ انا اسف، مع السلامة. لكن الترنك اكد ان هي دي النمرة اللي طلبتنا وهم بينكروا انهم اتصلوا. بس مش معقول الترنك هيكتب. انا واثق انه صادق، لكن ليه يطلبوا مأمور السجن بالذات؟ باين عليهم ناس فاضية. لا أحد، أكيد في سبب. بتهيالي لو في حاجة كانوا طلبوا مأمور المركز مش مأمور السجن. وده اللي بيأكد لي إن في حاجة تهم السجن هم يعرفوها وكانوا عايزين يبلغوا عنها. تفتكر يعرفوا حاجة عن ممدوح؟ جايز. طيب ليه ما بلغوش وأنكروا إنهم اتصلوا؟ ده اللي احنا لازم نتأكد منه. الحقيقة خلص؟ ايوه، والمفتش سافر. ده لازم تحقيق كبير قوي. الحقيقة كانت لازم تتعرف. السجن محتاج لقوة وحزم. كفاية بقى المساجين اللي هربوا والمساجين اللي اتقتلوا. على إذنك يا فندم. اتفضل.
سلوى بتعملي ايه؟ بجهز شنطتي. ليه؟ مسافره مع ابي ممدوح وقبل سويد. لا يا حبيبتي انت مش مسافره. ليه يا ماما؟ دول هيفسحوني وهيجيبوا لي لعب كتير قوي. ما انا كمان يا حبيبتي هفسحك وهجيب لك كل اللي انت عايزاه. ابي ممدوح يزعل. هو ما يهمكيش سهل ماما؟ هو انت هتزعلي لما اسافر؟ طبعا يا حبيبتي، ازاي تبعدي عني؟ ده انت اغلى حاجه عندي في الدنيا كلها. لكن انا يا ماما مش هغيب، دول يومين بس ولا دقيقه واحده. كفايه كنت هتروحي مني، انت لا يمكن تسافري معاهم مهما حصل. انت ناوية برضو تسافري؟ طب ما انت عارفة كده من الاول. ايه في حاجة؟ ممدوح حالته خطر قوي، ضربة ليلى اثرت على الجرح وممكن ينزف في اي لحظة. بس انت قلتيلي ان هو بقى كويس. وهقول قدامه ايه غير كده؟ طب وبعدين؟ ده احنا لازم نسافر بكرة، ما نقدرش نأجل سفرنا ولا يوم واحد. ممدوح مش لازم يسافر أبدا. هو البوليس اللي بيطارده. يسلم نفسه. مش ممكن، مش ممكن ده يحصل. مش احسن مي؟ لا لا. سهير، سهير يا حبيبتي، انت في الاول تطوعتي برغبتك عشان تحلي مشكله وجوده بيننا، وبعدين سافرتي وتعور، كان ممكن نبلغ عنه وتنتهي المشكله. لكن النظرة رفضت. تعرفي ليه ما بلغناش عنه؟ ليه؟ لأن القبض عليه في البيت ممكن يضرنا كلنا، هيدي فرصة للإشاعات، احنا في غنى عنها. فقررنا اننا نديله فرصة لحد ما يخرج من البيت، وهو ونصيبه بقى بعد كده. وايه اللي خلاكي غيرتي رأيك دلوقتي؟ وليه عاوزاه يسلم نفسه؟ واجبك طبيبة وإخلاصك صديقة هو اللي خلاني غيرت رأيي. مش فاهم. العلم بيقول إنه ما يسافرش لأنه ممكن يموت، والصداقة بتفرض عليا إن أنا أحميكي. ممكن أفهم قصدك إيه؟ سهير، انت بتحبي ممدوح. انا مفيش داعي تخبي، بعدين مش انا بس اللي لاحظت كده، واظن النظره واجهتك. وفيها ايه؟ ممدوح، ممدوح انسان. كفاية انه اتظلم. هو اللي ظلم نفسه، وانا مش عايزاكي تقعي في نفس الغلطة اللي وقع فيها. من فضلك يا دكتورة، انا كبيرة كفاية واقدر اعرف مصلحة نفسي كويس. يعني هتسافري برضو؟ ايوه، هسافر مع ممدوح وحفضل طول عمري مع ممدوح. معقول؟
بقى سهير العاجلي تعمل كده؟ الظهر اني غلطت لما رفضت ابلغ عنه. وهي يعني كانت هتديكي فرصه؟ عندك حق، سهير بتحبه وهتدافع عنه، بس هي حره في نفسها، لكن مش حره في بنتي. سلوى مش هتسافر معاهم مهما كان الثمن. منك لله يا مهران يا ولد ابوي، منك لله، انت اللي وجعتني في المصايب دي كلتها. يا خرب بيتك يا مهران، يا خرب بيتك يا ولد عبد الباسط. مهران مش كده امال، خليك شديد شديد. كل حاجه راحت، المخزن والبهايم تولع في دقيقه واحده. قدر ولطف، احمد ربنا امال انك نفدت انت وعيالك، دي النار كانت شديده قوي. وفلوس الناس والكمبيالات اللي في رقبتي هسددها منين؟ انت غلطان يا مهران، ضايقت نفسك وعذبت الناس معاك. انت ناسي ارض محمدين اللي خدتها برخص التراب، ولا الدين اللي كان عليه مرضتش تصبر عليه واصل وخدته الطاق ضغين؟ قلت يا ولد عمي، قلت أجل محصول القمح لغاية ما يزيد وقعه بالغالي، كانت النار كلتني وكلت أرضي. أرضك بخير يا مهران. خير؟ ده الأرض محجوز عليها وحتتباع يا حمدان. ليه؟ وأرض تهاني راحت فين؟ ارهنها وفك ديكتك. الأرض باسمها وهي اللي لازم ترهنها. خلاص تيجي وترهن أرضها. أدوس على خيرها وأرضها وتيجي تفك ديكتي؟ معقول الكلام ده؟ سهير أرجوك سامحيني. من غير لف ولا دوران، انت عاوزة ايه؟ لازم أسافر لماما. انت حر؟ يعني ممدوح هيرضى؟ ابعدي عني، كفايه اللي شافه منك. انا عارفه اني غلطانه، لكن اوعدك اني مش هبلغ عنه. انت عاوزاني اساعدك بعد كل اللي حصل منك؟ زهير ماما محبوسه يا زهير، انا لازم اجيب لها محامي واقف جنبها. بعد ايه؟ يا ريتك سمعتي كلامها من الاول، ياما نصحتك وما فيش فايدة، وادي آخرتها. أسأتي الأقرب إنسانة إليك بعد ما ضحت بشبابها وعمرها علشانك. مش هسامح نفسي طول عمري. نفسي أصدقك. آخر فرصة، عشان خاطري يا سوي، دي ماما اللي بتحب. أنا هساعدك وححاول أقنع ممدوح، بس مش عشان خاطرك، عشان خاطر أمك المسكينة. لكن بحذرك، لو حاولتي تبلغي عن ممدوح أنا اللي هبلغ عنك، أنت فاهمة؟ هقول إنك شريكة فهمي في كل جرايمه. برضه مش عايز تتكلم وتقول فين الدرارات؟ يا بيه انا راجل نظيف، ما عنديش فكرة عن الكلام ده. انت نازل بالشنطة من هنا؟ المكتب اهو قدامكم. ما يبقاش حاجة يا فندم. معلش يا فندم،
برضو هنلاقيهم. نزلوا العربية. حاضر يا فندم. امشي امشي. انا عارف انك بعيد عن فهم وصابته، لكن عايزك تفتح عينك كويس وما تسيبش المكتب ابدا. اكيد حد هيرجع ياخدهم. هبلغ سيادتك فورا. مستحيل ده يحصل. ليلى دي اخطر حاجه بتهددنا. ازاي عايزاني اسيبها تسافر؟ ليلى انكسرت نفسها بعد القبض على فهم يومها. دي تعبانه وهتغدر بينا. مش هتقدر، لانها عارفه كويس قوي ان انا اقدر اسلمها للبوليس في ثانيه واحده. مش فاهم. ليلى بتشتغل مع فهمي في التهريب، وانا شفت بنفسي عمليه تسليم شنطه واحنا مسافرين. اكيد حكايه فيها فلوس مزيفه. طبعا اكيد. في الاول انا كنت شك، لكن بعد القبض على فهمي انا اتاكدت بنفسي. خلاص اللي تشوفيه يا سهير. الو. ايوه يا سهير، انا عصام. انت ايه اللي سفرك؟ انا اسفه يا عصام، في اجراءات كنت لازم اخلصها، مش عارفه هرجع امتى. الصبح لازم ترجعي، مفيش وقت، ده الفرح يوم الخميس. عصام احنا طول عمرنا اخوات، مش ممكن ننفع لبعض. انا حاولت افهم خالي وما اقتنعش. طيب يا سوير، اتمنى لك كل سعاده. أنا كنت حاسس بكده يا ابني، بس كنت عايزك تتأكد بنفسك. يا خسارة تربيتي فيكي. يا أبلة، ده احنا اتفقنا وجهزنا كل حاجة. أنا مش مستعد أعرض بنتي لأي خطر تاني. يا مدام، سلوى في رقبتي ولا يمكن حاجة تمسها. حرام عليك، كفاية اللي كان هيجرى لها. ابعد عن بيتي، دي حياتي اللي أنا عايشها عشانها. مدام، سلوى هي الضمان الوحيد لخروجي من البلد، ولازم تسافر معايا. أنت برضو رايح تجيبها؟ ده حكم نهائي يا كريم، سلوى بقت من حقي وهتعيش معايا على طول. ايوه بس دي ملهاش مكان في البيت. هاخدها في حضني. عمر، سلوى لو دخلت البيت انا هسيبه. يا انا يا بنتك. ايه انت عايزاني ارمي بنتي يا كريمه؟ ليه؟ علشان مين؟ علشانك انت؟ ايه ده، انت بتسويها بيا؟ ده ضفرها هي وامها برقبتك. أنا كنت مجنون لما حطمت بيتي علشان مظاهر فارغة ومظاهر كدابة، وجرحت قلب أمها اللي طول عمرها صانت كرامتي وكرامة بيتها، وجريت وراء إنسانة عمرها في لحظة واحدة مراعت شعوري ولو لدقيقة واحدة. أنا اللي غلطانة إن أنا اتجوزت راجل راجعي زيك. وأنا ندمان على كل لحظة عشتها معاكي. برافو حمدي، برافو اللي لقيته العربية. إيه؟ لقيت بقع دم موجودة على الدركسيون؟ ها؟ والمعمل الجنائي حللها؟ ها؟ الفصيلة طلعت ايه؟ اوه، من نفس فصيلة المسجون اللي هربان. ايوه حمدي، هو القاتل، هو الوحيد اللي ليه مصلحة في قتل عبده عشان يخلص طاره. ايوه. طب والعربية؟ مين صاحبها؟ مؤجرة باسم مزيف. طب اسمع يا حمدي، خد لي اوصاف اللي اجر العربية. ايوه، واكتب لي تقرير تفصيلي بسرعة. طب يا حمدي، شكرا، مع السلامة.
حمدي ده من احسن ضباط المباحث، هو اللي ضبط العربيه اللي استخدمت في قتل عبده. جالك كلامي؟ عشان ما كنتش مصدقني ان ممدوح هو اللي قتل عبده. خط العربيه وبقع الدم اللي موجود على جاكيته البيجامه مش هو الدليل ابدا على ان ممدوح هو اللي ارتكب الحادثه. لو اتقبض على ممدوح هيعترف بكل حاجه، وانا مصر اني لازم افتش الفيلا. يا رشاد يا رشاد، ايه ده ايه ده لما رأفت يجيب نتيجه تحليل بقع الدم اللي موجود على جاكيته البيجامه؟ احنا مش محتاجين ادله تانية ابدا. انت ناسي عقاب السجاير اللي لقيناها في الفيلا ومحاوله الاتصال التليفوني بالمأمور؟ ده بالاضافه للاثار اللي شمتها الكلاب. كل دي ادله وكفايه. يا رشاد يا رشاد، كل دي مجرد احتمالات. الدليل الوحيد اللي هيحسم القضيه هو البقع اللي موجوده على جاكيته البيجامه ومين صاحبها. تقل قومك من السرير، انت لازم ترتاح. زهقت من الحبسه يا دكتوره وحسيت اني بقيت كويس. انا اللي قرر اذا كنت بقيت كويس ولا لا. بصراحه بقى حالتك محتاجه راحه، تتحركش كتير لان الجرح ممكن ينزف في اي لحظه. ان شاء الله اما هسافر هبقى ارتاح. كمان السفر فيه خطوره على صحتك. مش اخطر من عادتي هنا. يبقى لازم تسلم نفسك، هو ده الحل الوحيد عشان تضمن حياتك وحياة زهير وسارة. وانا اللي هضيع حياته. سهير هتربط حياتها بمصير مجهول، وسلوى ممكن تتعرض للموت بسببك. تنفديهم بحياتي. يعني بتحبهم؟ طبعا. ولو البوليس طرد هتسلم؟ الموت عندي افضل من السجن. يعني هتقاوم؟ آخر نقطة في دمي دي مسألة حياة أو موت بالنسبة لي. ما فكرتش إيه اللي ممكن يجرب؟ مش جايز حد يتعور أو يموت. إن شاء الله مش هيحصل لهم حاجة. ولو حصل يبقى نصيب. هتكون السبب فيه. ليه التشاؤم بس؟ أرجوك فكر في الناس اللي حبتك ووقفت جنبك. فكر في سيدة الست الغلبانة اللي ضحت بدمها عشان تنقذ حياتك، وانت السبب في سجن ابنها لغاية دلوقتي. فكر في أبلة النظرة اللي رفضت تبلغ عنك البوليس وانت في غيبوبة، عايز تحرمها من بنتها الوحيدة. فكر في عم طلبة الراجل الغلبان المتهم بالرشوة عشان يسهل لك عملية الهروب. فكر في سهير، سهير اللي بتحبك. كفاية دكتور، لو سمحت سيبيني لوحدي، أنا عارف مصلحتي كويس. حتى لو كانت على حساب الناس. ناس ناس هم السبب في اللي أنا فيه دلوقت. ليلى وفهمي وامثالهم كتير، كلهم هيفرحوا برجوع السجن. دول استثناء. تنسي اني متهم بقتل عبده، ويمكن اخد فيها اعدام واروح انا ضحيه للناس، مش كده؟ انا قصدي دكتوره، تقدري تشهدي باني كنت معاكم ليله ما اتقتل عبده؟ شفتي، انتم ما يهمكمش غير سمعتكم وبس. الحقيقه دايما بتهربوا منها. لقيتها يا عماد، لقيتها. هي مين؟
صاحبة جاكيتة، طلعت بنت عندها 8 سنين وبنت النظرة وعايشة معاهم في نفس الفيلا. جايز، لكن أنا قلبي بيقول لي إنها بتاعتها. وبقع الدم رأفت لسه ما خلص. صباح الخير. صباح الخير. خلصت؟ نفس فصيل الدم ممدوح. عماد، احنا لازم نهاجم الفيلا حالا. اصبر يا رشاد، احنا لازم نفكر بهدوء. احنا لسه هنفكر؟ مش جايز نهددهم، وفي الحالة دي مهما فتشنا البيت هيكون في خطورة على اللي فيه، وخصوصا ان كلهم ستات. يعني هنسيبه يهرب تاني؟ لا، نفكر بطريقة نضمن بيها سلامة الناس اللي في البيت، وبعد كده نقبض عليه من غير خسائر. فكر في الناس اللي حبيتك ووقفت جنبك. مش جايز حد يتعور أو يموت. فكر في الناس اللي حبيتك ووقفت جنبك. 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 مش كيف فظيع فظيع. ارتوي يا ولدي ارتوي. بيت رجال؟ لا، فوتك بعافية. ربنا يصلح حالك يا ولدي. سيد بيت رجال، انت ليه انقذت حياتي؟ اباي، امال كنت سيبك تموت؟ بس انا كنت سبب سجن ابنك. ربنا كبير يا ولدي، يبرئ المظلوم ويحاسب الظالم. Thank you.
ربنا كبير يا ولد، يبرئ المظلوم ويحاسب الظالم. ربنا كبير يا ولد، يبرئ المظلوم ويحاسب الظالم. ربنا كبير يا ولدي، يبرئ المظلوم ويحاسب الظالم. لا لا ماما اقص عليك يا ليلى، كانت سيبيني ربنا علي ماما. لكن انا اول ما نزلت من القطر رحت على اسمه وعرفت انهم افرجوا عني. الله يكرمه حضرة الظابط، شهدت وهي اللي نفعت قدرته وقال لي على كل حاجة، قال لي على المجرم أو خد جزاء. يا ما قلتلك يا بنت، يا ما قلتلك ما سمعتش كلامي، يعني لو كنت سمعت كلامي ما كانش جرى اللي جرالي. أودي وشي فين من الناس دلوقتي ماما؟ يا ماما رحميني سامحيني، ما كنتش اعرف انه كده ابدا. طلع زعيم عصابه الحمد لله. معلش معلش يا ماما. انا هعرف ازاي احرق قلبه وابهدله.